طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدى حداك ببلغة وبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصحاب القرآن في لقاء يتجدد بكم في برنامج فضفضة حافظ. ننقل لكم تجربة أصحاب القرآن في ثنايا مصاحبتهم لكتاب الله عز وجل. اقتربوا منا فأهلا وسهلا بكم. اليوم أيها الأحبة الأكارم نتحدث عن أمر هو دافع كل أحد لمصاحبة القرآن. اليوم نتحدث عن جواب سؤال: لماذا أنا أصاحب القرآن؟ الجواب: لكي أعمل بالقرآن، النتيجة أفوز برضا الله، ومن ثم أفوز بدخول الجنات. إذن العمل بالقرآن، كيف سأعمل بالقرآن؟ هذا هو السؤال اليوم. صاحب القرآن لما تبدأ وتأتي لتبدأ وردك القرآني لأجل أن تنجز ما لديك في خطتك مع كتاب الله عز وجل، أسألك سؤالا: هل تنبهت لجانب العمل؟ هل تذكرت أنك تقرأ، ترتل، تحفظ، تتدبر لأجل العمل؟ إذن كل هذه وسائل، الغاية العمل. لابد أن نعمل بالقرآن. كيف أعمل بالقرآن؟ الجواب: إذا استشعرت بداخلي أن القرآن يخاطبني أنا. أنا لما أذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، أنا لما استشعر أن هذه السورة رسالة من الله عز وجل إلي أنا، أنا الإنسان أحمد، خالد، فيصل، أسامة، فواز، أي كان، هي رسالة من الله عز وجل لك أنت. استشعر هذه الآيات، ماذا يريد الله عز وجل مني حتى يرسلها إلي؟ أنا استشعر هذا السؤال داخلي، بداخلي استشعر هذا السؤال، ثم بعد ذلك أبحث عن الجواب بالتدبر، ثم النتيجة يظهر ذلك في عملي بالقرآن. أختم بآية، تأملوا معي. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنا أمر على آية من كتاب الله عز وجل، هذه الآية العظيمة، لما استشعر أن الله عز وجل يخاطبني أنا أحمد، يخاطبني الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، مباشرة ينبغي أن يكون في ذهني: خذ العفو. كيف سأأخذ العفو؟ ما المراد بالعفو؟ خذ العفو، متى ينبغي علي أن أخذ العفو؟ ما هي المواقف اللي مرت علي في سابق حياتي وكنت أحتاج فيها إلى خذ العفو؟ وأمر بالعرف في أي موقف؟ ما المواقف السابقة التي كنت أحتاج فيها إلى أن أمر بالعرف؟ ما المواقف اللاحقة والقادمة والمستقبل اللي كان أنا أحتاج إلى أمر بالعرف؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية إذا توقفت معها، تأملتها، نزلتها في حياتي، استحضرت المواضع المستقبلية ممكن أنا أحتاجني أستشعر هذه الآية وأنا أتذكر في هذه الآية، صدقني النتيجة سأعمل بهذه الآية. مر علي أحد أخطأ في حقي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، أنا عفوت عنك، وأمر بالعرف، شكرا، جزاك الله خيرا، ما أخطأ في حقي، تكلم بكلمة، ذكر شيء، وأمر بالعرف، ليس لك إلا العرف، ليس لك إلا الخير. النتيجة: وأعرض عن الجاهلين. هو استمر يسيء، استمر يخطئ،
اعرض أنت عنه واستمر في حال سبيلك. هذه الآية لما تستشعرها بهذا التصور صدقني ستعمل بالقرآن. أعلم أني أطلت وأعتذر لكم، أتمنى إن شاء الله تعالى هذه الحلقة تكون بإذن الله عونا لي ولكم للعمل بالقرآن حتى ننجو ونفوز ونسعد بخيراتي وبركاتي وكنوزي كتاب الله عز وجل. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن.